السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل الجزائريين والجزائريات داخل الوطن وفي ديار الغربة بكل اللغات وبكل اللهجات، وتحياتي لكل الأحرار في العالم. التسجيل هذا هو تتمة للتسجيل السابق اللي من خلاله وجهت نداء لكل الجزائريين والجزائريات الشرفاء لاستباق الأحداث، وجهت لهم نداء من أجل عقد مؤتمر لا إقصاء فيه. هذا المؤتمر اللي من خلاله رانا رايحين نعاود نرجع اللحمة نتاع الجزائر، رايحين نفرحوا الوالدين نتاعنا، رايحين نفرحوا الشهداء اللي استشهدوا من أجل الجزائر، رايحين نفرحوا الأساتذة والمعلمين نتاعنا، رايحين نفرحوا الأسر نتاعنا، رايحين نفرحوا الضحايا نتاع المأساة الوطنية، ورايحين نفرحوا الشعوب اللي راها تحت الاضطهاد وتحت الظلم وتحت الطغيان، رايحين نفرحوا كل الشرفاء وكل الأحرار في العالم. هذا المؤتمر اللي لا إقصاء فيه، هذا المؤتمر اللي راهو رايح ينهض بالجزائر ورايح يغلق الطريق أمام الانتهازيين، يغلق الطريق أمام السماسرة اللي راهم يتجروا بالدماء، يغلق الطريق أمام اللصوص وأمام الناس اللي راهم ينهبوا في الأموال نتاع الدولة وينهبوا في الأموال نتاع الشعب. هذا المؤتمر اللي شاركوا فيه كل المهمشين، شارك فيه الإطارات اللي راها موجودة في الخارج، يشاركوا فيه كل الكوادر، شارك فيه كل الشخصيات اللي تم الإقصاء نتاعها وتم التهميش نتاعها. هذا المؤتمر اللي هو منكم وإليكم، هذا المؤتمر اللي انتم تشاركوا فيه أيها الجزائريين الأحرار، أيها الجزائريين الشرفاء. هذا المؤتمر لما يخضع لحتى أجندات، هذا المؤتمر للهدف نتاعه الأول والأخير هو النهضة بالجزائر. منكم اللي تواصلوا بي عن طريق الفيسبوك وطلبوا مني وش هو المطلوب منهم كجزائريين على جل باش يشاركوا في هذا المؤتمر. الجزائر اليوم محتاجة للرجال، محتاجة الناس يضحيوا من أجل الجزائر، مش محتاجة الناس اللي يحوسوا على البرلمان ويحوسوا على الحكومة ويحوسوا على الرئاسة ويحوسوا على البريستيج. الإخوة اللي تواصلوا بيا، ولكن شريطة هو أنه هذا الناس اللي يتواصلوا معنا تكون النية نتاعهم صادقة ويكونوا مخلصين لهذا البلد، لأنه يما ناس اتصلوا بنا منذ سنوات، ولكن للأسف الشديد منهم اللي كانت عنده أهداف، ومنهم اللي كانت عنده أشياء ليس المجال لذكرها، ضيعوا أوقاتنا في التفاهات. هذا المؤتمر ترأسه شخصية وطنية، ولا بأس هو أنه يكون عنده نائب وتكون معاه أيضا شخصية وطنية من النساء، لأن الدور نتاع المرأة مهم جدا. المرأة هي خطنا، والمرأة هي أمنا. ما يخفلكمش خوتي الجزائريين باللي النظام مسيطر على الإعلام، ما يخفلكمش خوتي الجزائريين باللي النظام مسيطر على المقرات، ولكن مع ذلك نحن مؤمنين ومقتنعين وعندنا اليقين بأنه في النظام كاين هناك شرفاء وكاين هناك مخلصين. نحن مستعدين على جال باش نسق معاهم، ومستعد نروح في أول طائرة.
المؤتمر هذا اللي نحوشوا عليه موش من أجل الوصول إلى الحكومة، ولا من أجل الوصول إلى الرئاسة، ولا من أجل الوصول إلى أي منصب، ولا من أجل الشهرة، وإنما من أجل النهوض بالبلاد. البلاد اليوم محتاجة لرجال، محتاجة الرجال اللي يضحيوا من أجلها، مش محتاجة اللصوص ومش محتاجة للانتهازيين. اليوم هو مش يوم انتاع حساب، مش هو يوم انتاع انتقاد، مش هو انتاع يوم انتاع اللوم، مش هو اليوم انتاع العتاب، وإنما هو يوم من أجل علاج باش نوضوا كجزائريين قبل ما يدخلوا المارينز للجزائر. يا الجزائريين، لما راني نقول لكم في هذا الكلام ما رانيش نقول لكم فيه من أجل علاجل باش نخوفكم. يا الجزائريين، المواطن الجزائري اللي اليوم في 2016 مش هو المواطن الجزائري تاع 54، ومش هو المواطن الجزائري تاع 65، ومش هو المواطن الجزائري تاع السبعينات، ومش هو المواطن الجزائري حتى تاع الثمانينات. يا الجزائريين، شباب راهو مع البرصة وراهو مع الريال. يا الجزائريين، هناك الكثير من الحركات الهدامة اللي راها تضيع في الأوقات نتاع الشباب نتاعنا، وما يخفلكمش هذا الشيء اللي راني نقول لكم فيه. يا الجزائريين، اليوم الأسرة الجزائرية للأسف الشديد محطمة، ولما نقول لكم في هذا الكلام كلكم راكم تعينوا فيه وراكم تشوفوا فيه رأي العين. يا الجزائريين، الجزائر اليوم محتاجة لرجال يقفوا بها، محتاجة لرجال مثل ما كانوا الرجال اللي داروا الثورة وضحوا بالأنفس نتاعهم من أجل على جل باش تستقل الجزائر، ضحوا من أجل على جل باش تكون هناك عدالة في الجزائر، ضحوا من أجل على جل باش تكون هناك مدرسة جزائرية، ضحوا من أجل على جل باش يكون هناك لسان جزائري، ضحاوا من أجل المحاربة نتاع الشعوذة الفكرية والشعوذة السياسية، ضحاوا وحاربوا الزعامة وحاربوا المشيخة. وما يخفلكمش ما الذي حدث في الحركة الوطنية، وكان السبب نتاع الزعامة اللي هو دفع برجال مخلصين واللي تقدموا للصفوف الأمامية على جل باش هما فيما بعد التف حولهم الشعب. اليوم كيف كيف، اليوم هو يوم لمحاربة الزعامة، هو يوم لمحاربة الشيتا، هو اليوم لمحاربة المشيخة اللي فسدت على الكثير من الجزائريين. الأعراس نتاعهم تحولت الأعراس إلى مآتم، وتحولت المآتم إلى أعراس، صارت الرياضة سياسة والسياسة رياضة، صارت المزحة جد والجد مزحة، وانقلبت الأمور. يا جزائريين، بإمكانكم هو أن تشاركوا في هذا المؤتمر، كل الجزائريين المهمشين، كل الإطارات الجزائرية اللي تم التهميش نتاعها، بإمكانكم هو أن تتواصلوا معنا عن طريق البريد الإلكتروني اللي راني نوضعو لكم في أسفل الفيديو. ولكن التواصل نتاعكم لابد هو انه يكون جدي. اي انسان يتصل بيا ببسودو غير سي با لابان ينتظر مني على جل باش نرد عليه. اللي يتصل بيا يتصل بيا بالاسم وباللقب وبالعنوان نتاعو وبالصوره نتاعو وبالبريد الالكتروني نتاعو وبالهاتف، حتى باش ان شاء الله نتواصلوا مع بعضنا البعض وباش نعقدوا هذا اللقاء في الجزائر ونعقدوه أيضا في الخارج، نشكلوا خلية نتاع اتصال على جل باش هي تسهر من أجل التواصل مع الشخصيات السياسية، مع الأحزاب، مع الحركة نتاع المجتمع المدني، مع المعارضين، مع الشخصيات المختلفة سواء في الرياضة أو في التمثيل أو في الفن أو في أي مجال، في الدعوة في أي مجال، على جل باش يكون هناك مؤتمر للمصالحة.
يتصالحوا الجزائريين مع بعضهم البعض ويحفظوا البلاد نتاعهم ويوقفوا ضد هذه التهديدات اللي راها تواجهها الجزائر، سواء على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الدولي. وعندنا كل الإمكانيات على جال باش ننهضوا بالاقتصاد نتاعنا، ننهضوا بالبلاد نتاعنا في كل المجالات. الحمد لله عندنا إطارات جزائرية وعندنا أمخاخ راهم موجودين سواء داخل الجزائر ولا اللي راهم موجودين في الخارج. هذا المؤتمر يفرح كل الإطارات اللي راها موجودة في الخارج، يفرح العلماء نتاعنا، يفرح المهندسين ويفرح الباحثين، يفرح الأساتذة ويفرح كل الجزائريين بدون استثناء. إذن يا الخوة في كل مكان حان وقت الجد يا الخوة. منذ سنوات ونحن ننادي من أجل عقد هذا المؤتمر. إذا حبيتوا تنتظروا حتى يموت بوتفليقة، أنا راني وجهت لكم نداء والتسجيل نتاعي راه محفوظ، وستندمون يوم لا ينفع الندم. راني قلت لكم، وهذا الكلام اللي راني نقول لكم فيه وكأني راني نشوف فيه يقين قدامي، أنا هذو يا جزائريين افطلوا. كثير من الأشياء ما كنتش تشوفوا فيها مع الأسف الشديد، كثير من الأشياء ما كنتش تشوفوا فيها مع الأسف الشديد، خاصة اللي راهم موجودين في الداخل. الناس اللي راهم موجودين في الخارج ربما راهم يشوفوا فيها أشياء اللي ما كنتش تشوفوا فيها. بطبيعة الحال أنتم أحرار، منكم اللي ربما راه يضحك، ومنكم اللي ربما راه يسخر، ومنكم اللي راه ربما لقى الفرصة على جال باش هو يمارس النميمة. ولكن الأيام بيننا، يجي النهار الكلام نتاعي راه مسجل، ويجي النهار وتتأكدوا من الكلام اللي كنت نقول لكم فيه. الأيام بيننا يا جزائريين، شمروا على السواعد نتاعكم يا جزائريين. الجزائر تناديكم يا خوتنا، يا المهندسين، يا الباحثين، يا الإطارات اللي كونتكم الجزائر اللي راكم موجودين في الخارج. الجزائر اليوم محتاجتكم، محتاجتكم على جال باش تساهموا في هذا المؤتمر. وأنا مستعد لكل التنازلات، مستعد هو نعلق لكم لي زافيش في هذا المؤتمر إذا قبلتوني على جال باش تنهض الجزائر. هذا المؤتمر اللي رانا نديو فيكم ليه، هذا المؤتمر هو فوق الأحزاب، هذا المؤتمر من أجل الجزائر، هذا المؤتمر فوق الإيديولوجيات، هذا المؤتمر هو مؤتمر من أجل المصالحة، من أجل التغيير للأحسن، من أجل الوحدة نتاع الصف، من أجل الوحدة الوطنية. يشارك فيه كي المزابي، كي القبايلي، كي الشاوي، كي الترقي، كي العربي، كي القناوي. الجزائر بالتنوع نتاعها هي ثراء، ومن المستحيل هو أنه يكون هذا التنوع هو سبب من الأسباب للتصدع. بالعكس، هذا التنوع هو للحمة. إذا كان الأسرة الواحدة ما هيش على قلب رجل واحد، فما بالكم بوطن فيه الملايين. هذا التنوع هو ثراء، وبهذا الثراء قادرين نصنع المعجزات في الجزائر إذا خلصت النوايا. إذن يا الخوة، هذا المؤتمر هو انتم خير المكان اللي ينعقد فيه المؤتمر. نعقدوه في الأوراس، أو نعقدوه في الصمام، أو نعقدوه في الصحراء، أو نعقدوه في أي مكان، نعقدو المؤتمر في الخارج، نعقدوه في سويسرا أو في بلجيكا أو في بريطانيا أو في إسطنبول. أنتم خير المكان اللي نلتقي فيه، يلتقيوا هذا المعارضين اللي راهم موجودين في الخارج، ويلتقيوا هذا الإطارات اللي راهم موجودة في الخارج، ويلتقيوا أيضا الإخوة اللي راهم موجودين في الداخل. ومن خلال هذه التكنولوجيا الحديثة نستطيع هو أنه نربط بين الناس اللي راهم في الداخل والناس اللي في الخارج،
وننهضوا بهذا البلاد. هذا المؤتمر تتشكل من خلاله الحكومة نتاع الوحدة الوطنية، سواء عن طريق الانتخاب أو عن طريق التزكية. تكون هناك لجان مختصة في هذا المؤتمر، ونوصل إلى ميثاق، ميثاق يصادق عليه الجميع. فيما بعد إن شاء الله نمشي قدما واحدة واحدة على جل باش نبنيو البلاد ونعالجو التداعيات نتاع الفتنة العمياء اللي ضربت البلاد، نعالجو التداعيات نتاع الاستعمار اللي دام أكثر من قرن وثلاثين سنة، ونعالجو التداعيات نتاع الانقلابات ونتاع التصفيات الجسدية، نعالجو التداعيات نتاع الإخفاقات سواء في المؤسسات المختلفة أو في التربية أو في الإعلام أو في الأسرة أو في الدعوة أو في كل مجال. يكون هناك في كل المستويات لجان مختصة، وشيئا فشيئا إن شاء الله ننهض بالبلاد إذا خلصت النوايا. إذن خوتي الجزائريين وخواتاتي الجزائريات، هذا المؤتمر إن شاء الله سيكون في الجزائر ويكون في الخارج. على كل الإخوة والأخوات اللي همهم هذا المؤتمر واللي أمنوا بالجزائر نتاع الجميع، الجزائر التي لا إقصاء فيها ولا تهميش، الجزائر اللي تجمع كل الجزائريين والجزائريات على طاولة نتاع الحوار، طاولة نتاع الأخوة، طاولة نتاع المحبة. كل واحد منكم يلقى روحه في هذا المؤتمر ويؤمن بالمشروع نتاع التصالح بين الجزائريين، نتاع الأخوة ونتاع التحابب بين الجزائريين. هو راه معنا في نفس الخندق يتصل بينا، ولكن لما يدخل معنا في هذا المشروع ينسى الحزب نتاعو وينسى الخلفيات نتاعو. هذا المشروع العنوان نتاعو أنا جزائري. كل الإعلاميين اللي راكم موجودين في الخارج بإمكانكم هو أنه تساهموا معنا في هذا النقاش وفي هذا الحوار. بإمكانكم هو أنه تساهموا معنا حتى باش تكون هناك قناة فضائية لهذا المشروع، المشروع نتاع النهضة، قناة المصالحة اللي منذ سنوات وأنا النادي من أجل إنشاء هذا القناة، القناة اللي تنشر المحبة، تنشر الأخوة بين الجزائريين، القناة اللي تكسر الحواجز النفسية، القناة اللي تنور المواطن وتعطيله المعلومات الصحيحة وتوجه التوجيه الصحيح. ماذا بكم خاوتنا الجزائريين على جل باش تشاركوا معنا في هذا النقاش حتى إن شاء الله نقف بالجزائر. في الأخير أشكر كل الإخوة والأخوات اللي نقلوا تسجيل تاعي وتفاعلوا مع هذا التسجيل. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.